اوكي.
Thank you.
سام بس افتح التليفون في سامي. Thank you.
القناة العربية 1 2 3، هل الصوت مسموع؟ القناة العربية 1 2 3، هل الصوت مسموع وواضح؟ القناة العربية، الترجمة بالقناة العربية 1 2 3، هل الصوت مسموع؟ 1 2 3. الترجمة من اللغة الإيطالية، هل صوتي مسموع واضح؟ 1 2 3. كل نومي دي ديو ميسيريكورديوسو ميسيريكورديا. A nome mio, e delle signore e signori presenti, e degli iracheni, nella loro diversità e antiche appartenenze, Sua Santità il Papa. 1, 2, 3. Chiaro la voce. Si prega di prendere i posti. Signore e signori, si prega di prendere i posti.
هلا رجع، هسه رجع. هسه راح.
بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي ونيابة عن السادة وسيدات الحضور وعن العراقيين بمختلف تنوعهم وانتماءاتهم العريقة، نرحب بكم يا قداسة البابا. من عظيم سعادتنا أن تكون بيننا هنا في العراق، في بلاد وادي الرافدين، في بلاد الأنبياء وأديان السماء. فمرحبا بكم في بغداد دار السلام، مرحبا بكم في مدن العراق الأخرى، في النجف الأشرف، في الموصل الحدباء، في أربيل القلعة والمنارة، وفي قرقوش الإيمان والكنيسة. مرحبا بكم في أور، مدينتنا الأولى التي ابتكرت الكتاب وتكرمت بولادة النبي إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، فكانت المدينة التي تهفو لها قلوب البشر من جميع الديانات السماوية. إن دوركم الكبير في الدعوة إلى السلام والعدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر، وسعيكم الحثيث من أجل التأكيد على الحوار والتعايش والأخوة الإنسانية هو موضع اعتزاز وتقدير ورسالة ملهمة للجميع بما تنطوي عليه من مسؤولية نبيلة تجاه الحياة والإنسان. شكرا جزيلا قداسة البابا لاستجابتكم لدعوتنا لدعوة العراقيين، وتكرمكم بالزيارة التي نقدر بعدها التاريخي والديني والإنساني المهم، وهي دليل حرصكم على العراق. ففي لقاءاتنا السابقة في الفاتيكان شعرت بمدى اهتمامكم ببلدنا، وتلمست متابعتكم وتألمكم العميق للمأساة التي عاشها العراقيون والمعاناة التي تحملوها جراء الحروب والعنف والتدخلات الخارجية. يشعر العراقيون بالاعتزاز لقداستكم، حيث تحل بينهم ضيفا كريما عزيزا، رغم التوصيات الكثيرة لكم بتأجيل الزيارة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وبالرغم أيضا الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها بلدنا الجريح، إذ أن تجاوز كل هذه الاعتبارات يضاعف قيمة الزيارة في وجدان العراقيين. على الرغم من عواصف العنف والاستبداد والشمولية التي اجتاحت بلادنا في مراحل من تاريخنا، يفخر العراقيون في أنهم عاشوا لقرون طويلة في مدن متنوعة الانتماء، حيث نجد المسلم والمسيحي واليهودي والصابئي والإزيدي متجاورين ومتآخين في المدينة الواحدة والحي الواحد، وتتجاور الكنائس مع المساجد والحسينيات، حيث يلتقي قرع الناقوس مع صوت الآذان في سماء العراق. وكما يعتز العراقيون بأنهم حماة الكنائس، فبعد اعتداء الإرهابيين على كنيسة سيدة النجاة، هب الشبان المسلمون جنبا إلى جنب مع إخوتهم الشبان المسيحيين، وكان العراقي المسلم بهذا الموقف يدرك أن مسؤوليته الوطنية والإنسانية تملي عليه الدفاع عن الكنيسة بمثل ما يدافع عن بيته وأماكنه المقدسة. وكذلك من مشاهد تحرير الموصل التي لا تنسى ويحضر دائما في الوجدان، مشهد لكنيسة في الموصل آث بها الدواعش الإرهابيون. في هذا المشهد الذي شاهده العالم يظهر جنود مسلمون يغطي ملامحهم وملابسهم تراب المعارك، وهم يحملون الصليب على أكتافهم
ليعيدوه إلى حيث مكانه المقدس في الكنيسة بعد تحريرها، بينما يقف ضابط باحترام وتوقير وهو يؤدي التحية العسكرية لتمثال السيدة مريم والسيد المسيح عليهما السلام. هذه قيمة إنسانية عميقة بدلالاتها، وهي قيمة تربوية متأتية من إيمان عموم العراقيين بأن رابطة التنوع والتعايش السلمي قيمة عليا راسخة في بلدهم كرسوخ النخلة في ثرى وطنهم عبر آلاف السنين. في نشأة الرسالة الإسلامية احتضنت المسيحية الإسلام وحمت المسلمين حينما هاجروا إلى الحبشة، فقال النجاشي المسيحي لجعفر المسلم المستضعف: يا جعفر، ليس بيننا وبينكم أكثر من هذا الخط. وفي بواكير الدولة الإسلامية حينما كان الإمام علي عليه السلام يحكم من العراق، نستحضر قوله الإنساني البليغ: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا هو تاريخنا الملهم للتعايش السلمي والمحبة والأخاء الإنساني، وهذا هو حاضرنا المنتج لتلك القيم العليا والنبيلة. للأسف يعيش عالمنا اليوم في زمن التقاطعات والاستقطابات، حيث تفقد أجزاء واسعة منه وخصوصا في الشرق قابليات التعدد والتنوع والقبول بالرأي الآخر، ويغذي هذا المسار الإرهاب والتحريض على العنف وخطاب الكراهية وارتكاب الفظائع بذرائع لا تمت بصلة لروح الرسالة السماوية السمحة، وهذا ما يهدد مستقبلنا جميعا. لذلك لا بد من مواصلة العمل لمكافحة الفكر المتطرف واستئصال جذور الإرهاب والانتصار لمفاهيم التعايش وعنصر التنوع الذي تسخر به أوطاننا وتحويله إلى عنصر قوة وتماسك، إذ أن ترسيخ هذه المفاهيم أضحى مطلبا ملحا للغاية في عالمنا اليوم، وهو أفضل هبة نمنحها لمستقبل أجيالنا القادمة. لعقود من الزمن كان شعبنا ضحية حروب عبثية وسياسات قمع لم يعرف لها التاريخ مثيلا. جرى خلالها إعدام واغتيال وتغييب مصائر مئات الآلاف من العراقيين من جميع الانتماءات، واستخدام للدكتاتورية للأسلحة الكيميائية في حلبجة وما رافقها من حملات الإبادة في الأنفال في كردستان والمقابر الجماعية في مدن الجنوب والوسط، وما حصل من تجفيف للأهوار وتدمير إجرامي ورهيب للبيئة. وانتهى المآل بالعقدين الأخيرين، حيث عشنا خلالهما أكبر حرب ضد الإرهاب دمرت فيها مدن وتحطم اقتصادها وتهجرت عوائلها وسبيت فيها نساء وهدمت كنائس وأحرقت عقول ونهبت آثار ثمينة وارتكبت أبشع الانتهاكات بحق الإزيديات والتركمانيات وأفضع المجازر في سنجار وسبايكر، واستهدف المسلمون والمسيحيون والإزيديون والصابئة والكاكائيين وغيرهم من مكونات هذا الشعب. نترحم على أرواح ضحايا الاستبداد والإرهاب، ونستذكر شهداء الحرية ومحاربة الإرهاب من جيشنا وقواتنا المسلحة المختلفة، من الشرطة والحشد والبيشمركة، ومن المدنيين الذين ضحوا من أجل هذا الشعب بل لجموع الإنسانية. هذه مآس كان كل الشعب ضحيتها، لكننا نشير بشكل أخص
إلى المعاناة الكبيرة لإخواننا المسيحيين ممن اضطروا لمغادرة ديارهم ووطنهم، وكان هذا بعضاً من معاناة المسيحيين في أكثر من بلد في الشرق الأوسط. كانت أعوام عصيبة مرت على العراق، ولا تزال أمامنا تحديات جسام في تحقيق مطلب مواطنينا، في إصلاح بنيوي لمنظومة الحكم في بلادنا، والنهوض للبناء وترسيخ العدل الاجتماعي وتوفير فرص العمل لشبابنا، وتأكيد الأمن والحريات وتعزيز سيادة بلدنا. في منطقتنا هناك بلدان تخسر الدماء وفرص البناء، وهناك من يخسر الأموال. الكل خاسر في هذه الفوضى السوداء، ولا حل إلا في الحوار والتعاون من أجل الأمن المشترك وحقوق مواطنينا. التئام الجرح العميق الذي أصاب العراق يستدعي منا الرعاية والحرص على أن يكون العراق ساحة للتوافق وجسراً للتواصل والتعاون بين دول المنطقة، لا ساحة للصراع والتناحر، وأن يكون العراق مستقلاً ذا سيادة كاملة غير منقوصة وركناً أساسياً من أركان منظومة إقليمية قائمة على أساس احترام السيادة وحقوق الإنسان والتعاون الاقتصادي. سيداتي سادتي، أن مسيحيي الشرق، مسيحيي العراق، أهل هذه الأرض وملحها، وقفوا إلى جنب إخوانهم من كل الطوائف لمواجهة شتى التحديات، وكانت إسهاماتهم التاريخية والحضارية بليغة الأثر وعميقة الجذور، وانصهرت في بناء مجتمعاتنا وأنتجت تلك العادات والتقاليد والقيم الشرقية الأصيلة. لقد تعرض مسيحيو الشرق خلال الفترات الماضية لأزمات مختلفة عملت على تحجيم وجودهم والدفع بهم إلى الهجرة، وبلا شك فإن استمرار هجرة المسيحيين إلى جانب مكونات دينية وقومية أخرى من بلدان المنطقة ستكون له عواقب وخيمة على قيم التعددية والتسامح، بل وأيضاً على قدرة شعوب المنطقة نفسها في العيش المشترك. فلا يمكن تصور الشرق بلا مسيحيين، ولن يتأكد أي نجاح لمنطقتنا ما لم تبدأ حركة عودة المهجرين والمغتربين من بلدان اللجوء من دون قسر أو إكراه، ويتطلب ذلك عملاً حثيثاً للتنمية الاقتصادية واستتباب الأمن في كل المنطقة، وبما يحقق بيئة وطنية جاذبة لأبنائها من المهاجرين والمغتربين، وفي المقدمة منهم المسيحيين والإيزيديين والصابئة. أيضاً لنا أن نقف ونؤكد أن ظروف الحياة تحت تهديد كوفيد-19 أكدت أن العالم بحاجة إلى السلام والتكاتف معاً والابتعاد عن الاستقطابات والتقاطعات المختلفة، وذلك لتسخير الإمكانيات الجماعية لصالح التقدم بما يخدم الحياة والإنسان. اليوم وفيما يحل بيننا في العراق، قداسة البابا ضيفاً عزيزاً كريماً، فأنها فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك وقبول الآخر ودعم التنوع الذي تنعم به بلداننا عبر مبادرات إنسانية يصل صداها إلى العالم أجمع. فهذه القيم الإنسانية قابلة للتعاون والعمل المشترك على تحقيقها. نحن أحفاد النبي إبراهيم عليه السلام، أتباع الديانات السماوية من العراقيين وغيرهم، لا يمكن لنا القبول بأن يمارس الإرهاب والتطرف باسم الدين،
ولا يمكن أن نرضى بالظلم أيضا. يستحق العراقيون أكثر مما هم عليه الآن في بلد أنعم الله عليه بالخيرات وبموقع متميز يمكنه أن يكون محطة أمن واستقرار وسلام. فالعراق يستحق الأفضل والمستقبل الواعد لمواطنيه، والمنطقة تستحق أفضل بكثير، وبتعاون الخيرين والمخلصين سنتمكن من ذلك إن شاء الله. وأتمنى قداسة البابا بمناسبة هذه الزيارة المباركة أن تتم متابعة لمبادرة تأسيس بيت إبراهيم للحوار الديني وتشكيل مؤتمر أو ندوة دائمة للحوار بإشراف مندوبين من الفاتيكان والنجف والأزهر والزيتون والمراكز الدينية الكبرى التي تبحث في التاريخ المشترك والمختلف فيه في ضوء المتون المقدسة والتراث المسماري. قداسة البابا، إننا نلملم جراحنا، وها أنتم يا قداسة البابا تغمدونها معنا. شكرا لكرم هذه الزيارة التاريخية ولما تقومون به من أجل خير الإنسان على الأرض. أتشرف بدعوتكم للتحدث إلى هذا الجمع الكريم ومن هنا إلى العراقيين جميعا. قداسة البابا. Signor Presidente, membri del governo e del corpo diplomatico, distinte autorità, rappresentanti della società civile, signore e signori, sono grato dell'opportunità di compiere questa visita, a lungo attesa e desiderata nella Repubblica di Iraq. Di poter venire in questa terra culla della civiltà strettamente legata attraverso il patriarca Abramo e numerosi profeti alla storia della salvezza e alle grandi tradizioni religiose dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam. Esprimo la mia gratitudine al signor Presidente Salih per l'invito e per le cortesi parole di benvenuto che mi ha rivolto anche a nome delle autorità e del suo amato popolo. Ugualmente saluto i membri del corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile. Saluto con affetto i vescovi, i presbiteri, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli della Chiesa Cattolica. Vengo come pellegrino per incoraggiarli nella loro testimonianza di fede, speranza e carità in mezzo alla società irachena. Saluto anche i membri di altre chiese e comunità ecclesiali cristiane, gli aderenti all'Islam e i rappresentanti di altre tradizioni religiose. Dio ci conceda di camminare insieme come fratelli e sorelle nella forte convinzione che i veri insegnamenti della religione invitano a restare ancorati ai valori della pace, della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune.
La mia visita avviene nel tempo in cui il mondo intero sta cercando di uscire dalla crisi della pandemia da Covid-19 che non ha solo colpito la salute di tante persone, ma anche provocato il deterioramento di condizioni sociali ed economiche già segnate da fragilità e instabilità. Questa crisi richiede sforzi comuni da parte di ciascuno per fare i tanti passi necessari, tra cui un'equa distribuzione dei vaccini per tutti. Ma non basta. Questa crisi è soprattutto un appello a ripensare i nostri stili di vita, il senso della nostra esistenza. Si tratta di uscire da questo tempo di prova migliori di come eravamo prima, di costruire il futuro più su quanto ci unisce che su quanto ci divide. Negli scorsi decenni l'Iraq ha patito i disastri delle guerre e il flagello del terrorismo e conflitti settari spesso basati su un fondamentalismo che non può accettare la pacifica coesistenza di vari gruppi etnici e religiosi, di idee e culture diverse. Tutto ciò ha portato morte, distruzione, macerie e tutta visibile. E non solo a livello materiale. I danni sono ancora più profondi se si pensa alle ferite dei cuori di tante persone e comunità che avranno bisogno di anni e anni per guarire. E qui, tra i tanti che hanno sofferto, non posso non ricordare gli yazidi, vittime innocenti di insensata e disumana barbarie, perseguitate e uccise a motivo della loro appartenenza religiosa e la cui stessa identità e sopravvivenza è stata messa a rischio. Pertanto, solo se riusciamo a guardarci tra noi, con le nostre differenze, come membri della stessa famiglia umana, possiamo avviare un effettivo processo di ricostruzione e lasciare alle future generazioni un mondo migliore, più giusto e più umano. A questo riguardo, la diversità religiosa, culturale ed etnica che ha caratterizzato la società irachena per millenni è una preziosa risorsa a cui attingere, non un ostacolo da eliminare. Oggi l'Iraq è chiamato a mostrare a tutti, specialmente in Medio Oriente, che le differenze, anziché dar luogo a conflitti, devono cooperare in armonia nella vita civile. La coesistenza fraterna ha bisogno del dialogo paziente e sincero, tutelato dalla giustizia e dal rispetto del diritto. Non è un compito facile. Richiede fatica e impegno da parte di tutti per superare rivalità e contrapposizioni e parlarsi a partire dell'identità più profonda che abbiamo, quella di figli dell'unico Dio e Creatore. In base a questo principio, la Santa Sede in Iraq, come altrove, non si stanca di appellarsi alle autorità competenti perché concedano a tutte le comunità religiose riconoscimento, rispetto, diritti e protezione. Apprezzo gli sforzi già intrapresi in questo senso e unisco la mia voce a quella degli uomini e delle donne di buona volontà affinché essi proseguano a beneficio del Paese. Una società che impronta, una società che porta l'impronta dell'unità fraterna è una società in cui i membri vivono tra loro in solidarietà. La solidarietà ci aiuta a vedere l'altro come nostro prossimo compagno di strada,
È una virtù che ci porta a compiere gesti concreti di cura e di servizio, con particolare riguardo per i più vulnerabili e bisognosi. Penso a coloro che a causa della violenza, della persecuzione e del terrorismo hanno perduto familiari e persone care, casa e beni primari. Ma penso a tutta la gente che lotta ogni giorno in cerca di sicurezza e di mezzi per andare avanti, mentre aumentano disoccupazione e povertà. Il saperci responsabili della fragilità degli altri dovrebbe ispirare ogni sforzo per creare concrete opportunità, sia sul piano economico, sia nell'ambito dell'educazione, come cure per la cura del creato, nostra casa comune. Dopo una crisi non basta ricostruire, bisogna farlo bene, in modo che tutti possano avere una vita dignitosa. Da una crisi non si esce uguali a prima, si esce o migliori o peggiori. In quanto responsabili politici e diplomatici, siete chiamati a promuovere questo spirito di solidarietà fraterna. È necessario constatare la piaga della corruzione, gli abusi di potere e l'illegalità, ma non è sufficiente. Occorre nello stesso tempo edificare la giustizia, far crescere l'onestà, la trasparenza e rafforzare le istituzioni a ciò proposte. In tal modo può crescere la stabilità e svilupparsi una politica sana, capace di offrire a tutti, specialmente ai giovani, così numerosi in questo Paese, la speranza di un avvenire migliore. Signor Presidente, distinte autorità, cari amici, vengo come penitente che chiede perdono al cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudeltà. E vengo come pellegrino di pace, in nome di Cristo, Principe della Pace. Quanto abbiamo pregato in questi anni per la pace in Iraq. San Giovanni Paolo II non ha risparmiato iniziative e soprattutto ha offerto preghiere e sofferenze per questo. E Dio ascolta. Dio ascolta sempre. Sta a noi ascoltare Lui, camminare nelle sue vie. Tacciano le armi. Se ne limiti la diffusione, qui ovunque, cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace, ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, basta estremismi, fazioni, intolleranze. Si dia spazio a tutti i cittadini che vogliono costruire insieme in questo Paese, nel dialogo, nel confronto franco e sincero, costruttivo. A chi si impegna per la riconciliazione e per il bene comune, è disposto a mettere da parte i propri interessi. In questi anni l'Iraq ha cercato di porre le basi per una società democratica. È indispensabile, in tal senso, assicurare la partecipazione di tutti i gruppi politici, sociali e religiosi e garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini. Nessuno sia considerato cittadino di seconda classe. Incoraggio i passi compiuti finora in questo percorso e spero che rafforzino la serenità e la concordia.
تتعزز الطمأنينة. Anche la comunità internazionale ha un ruolo decisivo da svolgere nella promozione della pace in questa terra e in questo immenso Oriente. Come abbiamo visto durante il lungo conflitto della vicina Siria, dal cui inizio si compiono in questi giorni ben 10 anni, le sfide interpellano sempre più l'intera famiglia umana. E si richiedono una cooperazione su scala globale al fine di affrontare anche le disuguaglianze economiche e le tensioni regionali che mettono a rischio la stabilità di queste terre. Ringrazio gli Stati e le organizzazioni internazionali che si stanno adoperando in Iraq per la ricostruzione e per provvedere assistenza ai rifugiati, agli sfollati interni e a chi fatica a ritornare nelle proprie case, rendendo disponibile nel paese cibo, acqua, alloggi, servizi sanitari e igienici, come pure programmi volti alla riconciliazione e alla costruzione della pace. E qui non posso non ricordare le tante agenzie, tra cui diverse cattoliche, che da anni assistono con grande impegno le popolazioni civili. Venire incontro ai bisogni essenziali di tanti fratelli e sorelle è atto di carità e di giustizia e contribuisce a una pace duratura. Auspico che le nazioni non ritirino dal popolo iracheno la mano tesa dell'amicizia e dell'impegno costruttivo, ma continuino a operare in spirito di comune responsabilità con le autorità locali, senza imporre interessi politici e ideologici. La religione per sua natura deve essere al servizio della pace e della fratellanza. Il nome di Dio non può essere usato per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Al contrario, Dio, che ha creato gli esseri umani uguali nella dignità e nei diritti, ci chiama a diffondere amore, benevolenza, concordia. Anche in Iraq la Chiesa Cattolica desidera essere amica di tutti e attraverso il dialogo collaborare in modo costruttivo con le altre religioni per la causa della pace. L'antichissima presenza dei cristiani in questa terra, il loro contributo alla vita del paese, costituiscono una ricca eredità che vuole poter continuare al servizio di tutti. La loro partecipazione alla vita pubblica, da cittadini che godono pienamente di diritti, libertà e responsabilità, testimonierà che un sano pluralismo religioso, etnico e culturale può contribuire alla prosperità e all'armonia del paese. Cari amici, desidero esprimere ancora una volta sentita gratitudine per tutto quello che avete fatto e continuate a fare al fine di edificare una società improntata all'unità fraterna, alla solidarietà e alla concordia. Il vostro servizio al bene comune è un'opera nobile. Chiedo all'Onnipotente di sostenervi nelle vostre responsabilità e di guidarvi tutti sulla via della sapienza, della giustizia e della verità. Su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e sui vostri cari e sull'intero popolo iracheno, invoco l'abbondanza delle benedizioni divine. Grazie.